المستقيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد دائما مع سلسلة الادريساج اي باي او اعطاء حواسيب لاعطاء عناوين للحواسيب وبخطوة خطوة. اذا كنت احب الكرام تعرف كيف تتحول من ديسيمال الى البينار او من بينار الى ديسيمال لا داعي لمشاهدة هذا الفيديو وانتقل الى الفيديوهات المقبلة لاننا نريد ان نفصل في هذه الاشياء جيدا خصوصا طلبة السنة الاولى شبكات معلوماتي احباء الكرام. اذا الفيديو السابق فقط كنا نقوم بتحويل الأعداد من البينار من 0-1 إلى الأعداد الديسيمال وقلنا بأن الطريقة المستعملة أحبائي الكرام تذكير تخيل أوكتي عنده 8 وعلى 8 خانات وعلى 1 2 3 4 5 6 7 8 تخيل أريد أن أحول هذا العدد مثلا 1 0 1 1. إذا قلنا أي عدد نقوم بإعطائه. إذا هذا العدد أحبائي دو على بوسون صفر يعني 1، هنا العدد 2، ثم هنا 4، ثم هنا 8، ثم هنا 16، ثم هنا 32، ثم هنا 64، ثم هنا 128. وبالتالي عندما أريد أن أحول هذا العدد أ الذي كان عبارة عن 0-1 إلى عدد ديسيمال يكفي أن أقوم بضرب 1 في المقابل. إذن هنا 1 في 1 هدف هذا، ثم هدف هذا زائد 1 في 2، ثم أحبائي هدف هذا زائد 1 في 8. سأذهب إلى الرقم 1 1 في 128 زائد 1 في 128. إذن النتيجة ستكون هي 1 زائد 2 زائد 8 زائد 128. إذن هنا 11 زائد 128. نعم، ثم ماذا تساوي هذه؟ تساوي 939. إذن هذا العدد أحبائي الكرام من البينار إلى ديسيمال أ يساوي 139. الآن في هذا الفيديو سنقوم بالعكس، كيفية أحبائي الكرام تمثيل الأعداد من الديسيمال إلى البينار، وهذا مهم جدا. إذن هناك طريقة الحدس البسيطة جدا وهناك تفكيك إلى جداء عوامل أولية. طريقة الحدس قلنا بأن أي عدد 8 خانات ولا لاحظ حتى بالتفصيل ولا. إذا كنت لديك هذه المهارات لدي لمشاهدة الفيديو أحبائي 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا لاحظ أحبائي الكرام تخيل، إذا هنا دائما عندنا دو على بوسون صفر يعني 1، هنا 2، هنا 4، هنا 8، هنا 16، 32، 64، 128. إذا تخيل مثلا أي عدد أريد أن أحوله، مثلا تخيل أريد أن أحول مثلا 67 من الديسيمال فوالا للبينار. شنو هو البينار؟ يعني من صفر، يعني هاد 67 نمثلوها 0 1 0 1 0 1. إذا الحدس الطريقة الأولى أحبائي الكرام هي الحدس. غنشوف بان 67 اش تساوي لنا مثلا، تساوي لنا 67 اجي ناخذو مثلا 7 ها هي فوالا، ونشوفو 60 فين نقدر نلقاو 60 مثلا 2 مثلا 32 نزيدو على 16 ولا ها هي 64 احبائي الكرام. شحال غيبقى لنا؟ بقى لنا 3 ناخذ هاد الجوج. اذا هاتا استسمح، اذا الحس هاد 67 ناخذ ها هي قريبه هي 64 ونزيد عليها 3، نزيد عليها 2 و1، وبالتالي ساضع هنا 1 1 وفي مكان 1 والاخرين ندير لهم 0 فوالا. اذا غتولي عندي 67 اون بيناري هذه بالحدس ديالها فوالا احبائي. اذا هذه الطريقه الاولى الحدس فوالا. إذا نحيد هذه فوالا، نعطي شي مثال اخر نترينيو عليه فوالا بشويه فوالا، ناخذ شي عدد اخر اي عدد مثلا، انا نشد شي عدد كما كان مثلا ناخذ 122. 122 احبائي الكرام ما غنشد 122، نشوف مثلا الا شديت 64 درت 32 شحال جاب 90، 96 هذه 96، 96 زيد عليها 8 هي 104. 104 غتخصني 18. ناخذ مثلا هذا 64
نزيد عليها 32 ونزيد عليها نشوف غنزيد عليها 16 واش تعطيني. اذا هنا 12 احتفظ بواحد 11 112 شحال تخصني؟ تخصني 8 وجوج هي 10 10 فوالا. اذا هنا شديت هادو كاملين 10 اذا تخصني 10 غنشد هاد 8 ونزيد عليها هاد الجوج هادي فوالا. اذا لاحظت هادي وهادي هادو بثلاثة هات هادو بثلاثة عطاوني 112 غنزيد عليها 8 هي 112 نزيد عليها 8 هي 20 ونزيد عليها جوج هي 122. اذا غناخذ هنا هات ناخذ واحد 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 وثلاثة وهاد 8 قلنا والجوج وهادو نحط فيهم زيرو. اذا غتولي عندي هادي هي 100 122. ندير تمرين اخر ديال الحدس مثلا 17 مثلا كي ندير تنمثل 17 هي 16 غنزيد عليها واحد شو اذا الا بغا نمثل العدد 17 سهله. اذا لاحظتي بلا 17 غنحيد هادو اسمح لي فوالا هاتا مثلا الا بغيت العدد 17 العدد 17 هات العدد هذا 17 الحمد لله هو 16 نزيدو على واحد اذا واحد ناخذ 0 0 0 وناخذ هنا واحد والاخرين ندير لهم 0. اذا هذه هي الطريقه ديال الحدس. الطريقه الثانيه خويا العزيز وهي كيفاش تقدر دير تفكيك جداء عوامل اوليه. اذا ناخذ شي عدد مثلا انا بغيت اخويا 32 بغيت مثلا 36 36 بغيتها نحولها للبينير. اذا 36 اللي بغا ندير الحدس سهله غندير هي 32 ونزيد على 4 يعني غنحط هنا واحد وهنا نحط واحد. اذا اجي نشوف طريقه اخرى. ها هي 36 مقسومه على جوج شحال تساوي لنا؟ 36 مقسومه على جوج تساوي لنا 18 شحال الباقي؟ هذاك الباقي غنكتبه بالزيرو خضر باقي زيرو. اذا رجع للسيلو مقسومه على جوج فوالا شحال جابت؟ تسعود شحال الباقي؟ زيرو هذا نكتبه بالخضر استسميح ها هو الخضر رجع تسعود مقسوم على جوج شحال جابت؟ أربعة. الباقي الباقي أحبائي باقي واحد هنا فوالا. نكمل أربعة نقسموها أربعة نقسموها على جوج هات أربعة نقسموها على جوج جابت جوج شحال باقي؟ باقي باقي صفر بالخضر اسمح لي بالخضر فوالا. اذا جوج مقسومه على جوج مقسومه على جوج هي واحد والباقي زيرو. اذا الى غايه جوج غنحبس حد فاش يولي عندنا خارج القسمه الاقليديه هو صفر والباقي هنا غيولي هو واحد. اذا لاحظ بان وتنتم غادي ونحط اذا شي يولي عندي مثلا هاد 36 اللي شنا قبيله بان 36 هي 32 مع 4 32 يعني واحد. لاحظ 32 مع 4 هي 36 غتاخذ غير واحد وجوج وحدات فوالا. اذا غتاخذ هي احبائي الكرام شوف منين نبغي ندير اذا 36 ماذا تساوي فوالا. ناخذ هذا هو الاول شوف معايا نحطه هو الاول على الزيرو نحط هذا هو الثاني نحط هذا هو واحد نحط هذا زيرو ونحط هذا زيرو ونحط هذا واحد. اذا شحال جوج اربعة ستة بقاو ليا جوج زيروات. اذا 36 في البينير هي جوج زيروات واحد جوج زيروات واحد زيرو. اجي نتاكد 36 يعني الخانة الثالثة الخانة الثالثة غنحط بالحدس الخانة الثالثة غنحط واحد ها هي هنا زيروات فوالا و 32 نحط واحد هنا زيروات فوالا. اذا كلشي زيروات حتى لهادو. اذا لاحظ جوج زيروات واحد جوج زيروات واحد. اذا مشينا لهنا 36 غنلقاو جوج زيروات جوج زيروات واحد جوج زيروات واحد. اذا هذه هي الطريقة ديال تفكيك العدد الى جداء عوامل اولية او الحدس. اذا هذا احبائي الكرام
كل ما كان، حيث أننا نقوم بتحويل الأعداد يا إما من الدسيمال إلى البينار أو بينار إلى الدسيمال، وهي مهمة جدا عندما نريد أن نعطي عناوين للحواسيب داخل الشبكة، لأننا نتعامل بطريقة البينار، لأن أي حاسوب عنوانه يعتبر 4 لي زوكتي، 4 أوكتي، يعني 4 × 8 32 بيت، وكل 8 بيت في أشياء. شكرا لانتباهكم، وإلى اللقاء، والفيديو المقبل سنخصصه فقط لدراسة الصنف أ.